السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا نلعب Outlast 2 وبنحاول نخلص اللعبة، صار لنا 9 ساعات. واللعبة فيها مثلا أشياء مثل قبل، خاصة هذا اللي يقتل، بس ذاك كان وحش قوي، أما الحين مرة وماسكة وش ذا. الجنريتر ولا شنو؟ ما اعرف وين مراجعين، لان الكمبيوتر سوى ريستارت من نفسه. وش ابي ذا؟ يخرب بيتهم وجع. لا تعلق، خلني بروحي. المشكلة ما يصير اقتلهم، ما ادري ليش البرمجة او اللي مصمم اللعبة يقول لك تنحاش ما تقتل. وبو بكل الناس هني مثلا اشرار او يبون يقتلونك، في وفي. هلا ليه ما الحين هنا؟
الحمد لله المرة يعني ما حطوني بعيد. انا ما اعرف الحين وين اروح يعني بالضبط. اصقع وجع، واحد برع واحد داخل. أظن كنا قالوا we must go to church. وين اروح؟ اثنين بعد باب واحد.
انا اروح. وصدى الضوء عرفت خلاص. وش ذي البقر؟ الدم هناك. العلة صرت في كل مكان. شابتر 1 Diaries of Babel. Babel هذا نهاية كتاب.
الدبل يقولون كذاب وهو أبو الكذابين، فنقرأ من ورا عشان نعرف إيش السيارة تكون. الفيث ذا لايرز اوف بيبل. ما ادري ليش حاطين هذا الاو او الزيرو هنا. ما في شيء هنا. ولا هنا. هاي ثلاجة نركض هنا. موسيقى مخيفة الصراحة. الدمية مسكونة. حتى في ريزيدنت ايفل 4 تروح ذا المكان بس يكون البقر عايشين والدجاج. اوه شت، السماعات ما فيها بطارية. فنروح ندور على هالشي. وجع. واو.
هاي وين اروح؟ وين ذا الشيء؟
في حد سكر الباب. وجع منتظرنا شلخس هذا. اوه بعد اسرع مني. اها ادخل انت يا العلة. ما في الا ادخل من هني بسرعة. فنحط هذا. ليش؟ اصقع. وش ذا؟ ما راح اقرا انا عشان الوقت عشان البطارية بعد. وش ذا المكان الغريب بعد؟ ديد اند. اها وجع. Find who?
شيء سخيف الصراحة. هذا هو شفته. بنوقف هنا، مع السلامة.